ساره بتعمل لي الاشاره فنروح للعناوين. ديانج وسليمان يقتربان من العوده لتدريبات الاهلي بعد التعافي من كورونا. موسيماني يبدا دراسه بطل النيجر قبل انطلاق البطوله الافريقيه. الاهلي يتصدر تصنيف الانديه الافريقيه. اتحاد الكره يرفض اقامه معسكر المنتخب اواخر ديسمبر. المسابقات الايقاف 16 مباراه لمن يعتدي على حكم. المنتخبات الاوروبيه تترقب خارطه الطريق نحو مونديال 2022.